ولنقاش ملف الانتهاكات الحكومية ضد المدنيين في العراق في ظل تقارير الحقوقية حول هذه الانتهاكات، وآخرها كان تقرير منظمة Human Rights Watch. ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان مدير المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب عمر الفرحان. أهلا بكم سيدي. تحياتي لك وللمشاهدين الكرام، مرحبا بك. وفقا لتقرير منظمة Human Rights Watch، رصدت حالات تعذيب جديدة في السجون العراقية. كيف يمكن قراءة هذه البيانات الجديدة عن التعذيب المستمر في السجون والمعتقلات بالعراق؟ هذه التقارير هي ليست جديدة ومتأخرة بعض الشيء، والمطلوب من هذه المنظمات العمل الكثير باتجاه نحو تدوير القضية، ولا سيما من خلال مجلس الأمن ومن خلال الأمم المتحدة والهيئات الأوروبية والدولية الأخرى للضغط باتجاه تحقيق دولي يكشف عن هذه الممارسات الممنهجة ضد المعتقلين وضد المدنيين في كافة أنحاء العراق، ولا سيما أن المركز العراقي قد أصدر العديد من الحالات ووثقها بشكل صريح وواضح وقانوني، وأطلع عليها المجتمع الدولي ولا سيما الأمم المتحدة التي تابعت هذا الملف معنا باستمرار وتابعت حيثياته من خلال أهالي الضحايا. وكما تعلمون قد وثقنا أكثر من 50 حالة تعذيب لمعتقلين قد انتهت محكوميتهم وبالتالي عذبوا حتى الموت، ونشرنا هذا على موقعنا في تويتر وفي الفيسبوك والموقع الرسمي، وهذه أيضا الخطابات الرسمية التي نبعثها إلى الأمم المتحدة وإلى الجهات الدولية الأخرى لنطلعهم على حجم هذه المأساة. ولكن للأسف إلى هذه اللحظة لم يكن هناك أي تحرك دولي تجاه هؤلاء المعتقلين، وتزداد الحالات يوما بعد يوم، وتزداد حالات التعذيب، والحكومة تحاول ومرارا وتكرارا أن تضلل الرأي العام بأن هؤلاء قد توفوا لأسباب صحية وغيرها من الأسباب التي أدت إلى الموت، ولكن الأوضاع داخل السجون هي موت حقيقي للمعتقلين. وكما ذكرت التقارير التي عرضت من خلال شاشتكم الموقرة، يعني هناك يعني مترتين في ثلاثة ويقطع فيها أكثر من 10 أشخاص، وبعضهم قد ينام واقفا وبعضهم لا ينام. هذه كلها هي أسباب تؤدي إلى الوفاة. عن تفشي وباء كورونا في هذه الفترة، هذا ما يؤدي إلى ازدياد حالات الإصابة بوباء كورونا ويؤدي إلى الموت السريع لهؤلاء المدنيين والمعتقلين في السجون الحكومية. على صعيد آخر، أكد مركز جنيف الدولي للعدالة أن الكثير من المعتقلين يطلق سراحهم مقابل مبالغ مالية كبيرة تصل أحيانا إلى 30,000 دولار أمريكي. إلى أي مدى تستخدم الميليشيات والقوات الأمنية عمليات الاعتقال لتحقيق مكاسب مادية بارتكاب انتهاكات جسيمة من اعتقال وتعذيب وحتى إخفاء؟ يعني هذه هي المعتقلات والسجون الرسمية وغير الرسمية، أي سرية، هي دكاكين ومحلات للتجارة بالمعتقلين والمدنيين من خلال يعني الأحزاب وخلال الميليشيات وخلال حتى السلطة الأجهزة الحكومية التي تكون مشرفة على هذه السجون، هي يعني تجارة رابحة لهؤلاء، وبيناها مرارا وتكرارا أن هؤلاء يستخدمون المعتقلين كتجارة للربح الاقتصادي والمادي لهم، بعيدا عن القانون وبعيدا عن الإنسانية وبعيدا عن كل الأعراف والقوانين الدولية. وبالتالي هذه الأرقام 30,000 و25,000 ومرات تصل إلى 100,000 بحسب أن هناك يعني يتم الاتفاق على يعني أصحاب الإرهاب
يعني سواء كان من الميليشيات او من تنظيم داعش، يتم المساومه عليهم بمئات الالاف الدولارات حتى يخرجوا. وبالتالي ايضا لدينا الحالات الكثيره من هذه التي تصلنا الى المركز من خلال اهالي الضحايا ومن خلال بعض المنتسبي الاجهزه الامنيه التي تكون في هذه، يصرحون يعني ان هناك عمليات بيع وشراء للمعتقلين داخل السجون وحتى السجون السريه. ونضرب ايضا مثالا اخر في مدينه تكريت، يعني اعتقل قبل اشهر بعض المعتقلين وطالبوا صراحه اما تدفعون لنا او يبيعون لنا بعض الاراضي لقاء اطلاق سراحهم. اذا لا يوجد هناك قانون، لا توجد هناك اعراف دوليه ولا قوانين دوليه تحكم هذه المعتقلات والسجون السريه والسجون الحكوميه. الضغط على الحكومه في هذه الورقه وهذه الملفات الحساسه لابد ان يكون هناك قرار من مجلس الامن، هناك اراده دوليه سياسيه وقانونيه. نعم. لفرض هذه الاجراءات على الحكومه حتى توقع او تصادق على الاتفاقيه ومن ثم تسمح للجان الدوليه بالدخول في التحقيق في هذه الانتهاكات الخطيره التي تحدث يوميا في المعتقلات الحكوميه. نعم. استاذ عمر، في تقرير لكم بالمركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب عرضتم شهادات عن نازحات تعرضن لتحرش في مخيمات الخازر بنينوى من قبل ميليشيا الحشد. من يتحمل مسؤولية هذه التجاوزات والإساءة لحقوق الإنسان والمرأة على حد سواء؟ نعم، لا يمكن لأي شخص من الأشخاص حتى لو كان رئيس الجمهورية هو الذي هو على مركز للسلطة أو مصطفى الكاظمي أن يمنع أحد من التحرك وفق القانون الدولي. لا يسمح لأحد بمنع الحرية التنقل وما بين المدن في البلد الواحد ومنع الحرية. كل هذه انتهاكات، المسؤولية تقع على مصطفى الكاظمي. مصطفى الكاظمي الآن يعرف ما هي هذه الإجراءات التي التعسفية التي تستخدمها القوات الحكومية والميليشيات في في التعذيب او في الانتهاكات التي تقوم بها تجاه المدنيين. النساء والاطفال ليس لهم ذنب ولا يمكن الاخذ بجريره ما اقترفه اقربائهم او ذويهم من هذه الافعال حتى لو كانت هناك افعال يعني كما يدعون، لكن هؤلاء هم نازحون في المخيمات ويسمح لهم بالتنقل ويسمح لهم بالتبضع ويسمح لهم بالخروج من هذه المخيمات، ولا يمكن بأي حال من الأحوال منع هذه التحركات. ولكن في هذه النقطة أيضا كانت هناك يعني كما شاهدنا الفيديوهات يعني بعض التسهيلات يعني أيضا تكون هناك عملية تجارة ما بين الميليشيا الحج التهابي وما بين هذه الأجهزة الحكومية من مرور هؤلاء بأموال قد تصل إلى 25,000 دينار أو بالعملة العراقية، وهذه أيضا يعني تجارة رائجة في هذه السيطرات والحواجز الأمنية التي تخضع للأجهزة الأمنية والميليشيات. شكرا لكم مدير المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب عمر الفرحان، كنت معنا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان.